فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال البائع للمشتري: أنا لا أتحمل أي عيب في السلعة، ثم ظهر فيها عيب لا يعلمه البائع، فهل للمشتري أن يردها؟ نعم، لا بد يعين العيب، يقول: ترى فيها عيب كذا، أما مجمل كذا يقول ما تحمل أي عيب، ما يبرأ بهذا، ما يبرأ بهذا، لكن لا عين العيب، قال: ترى فيها العيب الفلاني، ودخل المشتري على بصيرة، ليس له أن يردها. نعم.